أنا كيما هذا غاية توقيها عين إن شاء الله يوم الخميس على هذه الجهة. كل عام هذوما هذوما كل واحد مقدر. معناها الشيء اللي غداه هو هي العرض العرض فقط والعام كان شويه كان فيما صار فيها لحظه باش تركها هاي باش تشوف العلوش معك العباد قاعده تشري ولا مازالوا يشوف قاعده تشري معناها بالشوا معقوله 15 14 12 هكاك ماشي بالشوا ماشي يعني توا وليت 12% و 13% 12 و15 يمشوا حتى ل 17 ثم اللي قبل شوية أنت وحاجة من عنده. يارك أو يرتاح هذا الإنسان سبنتي عايز يشتري. هاي هاي. هذا لك لي يا حبيبي. يمشي يا لطفي كلمها يا لطف. يا لطف. عيش. قد ايه الاسوان؟ 11 عندي بتاع 11 عندي بتاع مليون 12 حتى 15 مليون اها علاش الاسوان غالي هكا؟ هذا عيش نتاع صعب هذا يا سيدي ما هذا 16 هذا 15 ونص هذا ليش قاعد تسكت يا سيدي 17 ما شاء الله هذا 17 تواصل من عند هذايا هذايا غير 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 والكليون قاعد يشري بالكيلو ولا يشري بال والله بالنسبه لهنا نبيعوا كيما كيك بالوقت حاجه شاويه كيما كيك ماشي بالكيلو ويتشكوا بالطبيعه من الاسعار والله الاسعار تتشكى من العباد الكل اللي يبيع يتشكى واللي يشري يتشكى اللي يشري عنده مقدره شرائيه ما ينجمش يوصل واللي يبيع زي كيف كيف هانو يعرف بيه ربي سبحانه